كان لقاء مع السيدة رئيسة الوفد الأمريكي اللي حضر هنا يعني في مراكش. تكلمنا على واحد العدد ديال أولا الشق ديال الاستثمار والإمكانيات ديال الاستثمار والمواكبة ديال واحد العدد ديال لي جاجونس اللي كاينين حاضرين اليوم بالرؤساء ديالهم اللي كيشوفوا بأن المغرب هو شريك كبير وغادي يتواصلوا معاه بالنسبة للإمكانيات والاستثمارات المقبلة. وكان كذلك نقاش حول يعني البرنامج ديال المينينيوم تشالنج، تحدي الألفية، اللي هو برنامج اللي هو ناجح. وهذا البرنامج الثاني المغرب خدات تقريبا أكثر من مليار ديال الدولار في هاد جوج البرامج، واللي هو اقترب من النهاية ديالو يعني في آخر شهر مارس. وإن شاء الله حنا خدينا الوعد جميعا أنه باش تكون في هاد النهاية ديال هاد البرنامج لا كلوتيو تكون في المستوى المعهود ديال التتبع ديال البرامج. بصفة عامة اللي بقى أنا في الودن ديالي بالنسبة لما قالوا الأمريكيين بأنه أمريكا يعني كتثق في البرامج ديال صاحب جلالة ومستعدة باش تواكبها جميع البرامج اللي بغاها صاحب جلالة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعي.